قصة هؤلاء العمال 33 الذين تم إنقاذهم عام 2010 من منجم في تشيلي بعد محاصرتهم داخله لمدة 69 يوما وعلى مسافة 600 متر تحت سطح الأرض، والتي شكلت يومها حدثا تابعه ملايين المشاهدين في أنحاء العالم، تتحول اليوم إلى فيلم يحمل عنوان 33. الفيلم يشارك في بطولته النجم أنطونيو بانديراس إلى جانب نجوم عدة من بينهم الممثلة الفرنسية جولييت بينوش والأمريكي مارتن شين، وسينقل الفيلم انفعالات ومشاعر العمال إلى جانب تناوله تفاصيل القصة الحقيقية لانهيار المنجم والجهود الدولية لإنقاذ المحاصرين وهم من تشيلي وبوليفيا. ويلعب بانديراس في الفيلم دور زعيم المجموعة ماريو سيبولفيدا الذي عرف بسوبر ماريو. أما الرسالة من الفيلم الذي ما زال يجري تصويره فهي إظهار مشاعر الحب والأمل لدى المحاصرين وأهلهم، والتي أخرجتهم من محنة وصفت آنذاك بمهمة الإنقاذ المستحيلة.